صبحتو، لاباس عليكم؟ صحيح، لاباس، كلشي مزيان كما كتشوفوا. راني كنحضر الجديد، انا كلو غير انا، ما كياكل حتى واحد في الدار، تشهيتو في هذا البرد. ايوا غادي ندير الجديد ست نعم سيدي مع البطاطا. البنات تشوفوا الطريقه ديالي، شويه الجديد، الصبصله مشلطه، شويه قزبر وبعض اللوز، وغادي ندير التوابل، سكينجبير، حبة كحلة، خرقوم مليحة، شوية مليحة حيت هو شوية مالح، والبابريكا، والتوابل حسب الذوق نتوما البنات. وغادي ندير كما كتشوفوا نص كاس زيت. انا البنات الماكلة ديالي انا كندير بارد في بارد، يعني كندير الاول الماء، كاس ماء، كنخلي العناصر تطبخ مزيان 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 حتى كيتشرب داك الماء كامل، كتبقى غير الزيت والبصله، وكنبقى نشحر فيهم مزيان حتى كتعسل مزيان البصله. وغادي تشوف الطريقه ديالي كتجي رائعه. انا كنديرها كلشي هاد الطريقه، كنديرها في الدجاج، كنديرها في اللحم، وجربوها اكيد اكيد البنات غادي تعجبكم. الا بقاو معايا دابا غادي نمشي نخليها تطبخ مزيان العناصر حتى تبقى غير البصله هكا والزيت وقديد، ونبقى نحرك في البصله حتى تذوب مزيان. بقاو معايا. ها هي كتشوفوا شربت الماء، المقادير تشحرت مزيان مع القديد، هاي تفرز وكل واحدة طريقتها البنات. غادي ندير كاس ماء سخون، صافي غادي ندير بيضة فقط. أنا البنات كما كتشوفو دابا غادي ندير في طابق جديد، دابا غادي ندير بطاطا وصافي، غادي نسد عليه نخليها طيب مزيان، وغادي نشوف الشكل النهائي والصحة والراحة.